من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا، ما ترك شيئا ليقرب إلى الله إلا وأمر به، وأعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا وحذر منه. ولهذا أغلق عليه الصلاة والسلام كل طريق يوصل إلى الشرك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني كأن التوحيد بناء، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سور خارج بناء التوحيد، وأخذ يحفظ السور حتى لا يقع أحد في السور فضلا يقع في التوحيد. مثل يعني يقول بيت الرئيس عندنا، هذا يقول بيت الرئيس عندنا له سور خارجي، لماذا؟ قال لأن الحرس عند السور الخارجي حتى لا يأتي أحد عند السور الخارجي فضلا يدخل إلى ما. ولهذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. استغاثة جائزة، حي وحاضر وقادر، اعتقدوا أنه سبب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك في الأفعال وفي الأقوال. في الأقوال قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، وهو بحق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خاف عليه الصلاة والسلام، قال يا لا يستجرينكم، لا يستميلنكم، لا يستهوينكم الشيطان. إذن الشيطان يريد أن نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. قال ابن القيم رحمه الله أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح؟ قال بنوا أبوا وبنوا عليها المساجد كذا وكذا، قال فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب مهم جدا، وهو أنه ظهرت فتنة زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا أن الشرك لا تقع في الأمة. سبحان الله، كيف؟ أو لا، أهل الجزيرة العربية معصومين من الشرك، عجيب. قلنا أسهل طريقة في الرد على هذا نقول هذا الكلام لا نعرف ولا نعرف الرد عليه، ونقطع عنه كلام الله لا يتناقض، وهذا مخالف للكتاب والسنة وقال الصحابة والسلف وسلف الأمة والأئمة. والصحابة قاتلوا أهل الردة أين؟ وين؟ في الجزيرة. ولو كانت الردة لا تحصل كان قتال الصحابة المرتدين إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بوقوع الشرك، أخبر بوقوع الشرك في الجزيرة، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتضطرب أليات دوس، أين؟ في الجزيرة هذا كله. وما الذي يفرق في الجزيرة وغير الجزيرة؟ والأئمة الأربع في المذاهب الأربع في كتب الأئمة الأربعة فيه باب حكم المرتد، ولا يذكر في حكم المرتد إذا كان داخل الجزيرة أو خارج الجزيرة. ما الفرق؟ أعوذ بالله، شبهات بس يلقوها علينا وانتهى الأمر، ورد عليهم بهذا الباب الخامس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم السادس، الأعمال الشيطانية. ما علاقة السحر الأعمال الشيطانية بالتوحيد؟ أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله السحر. والسحر في القديم كان الساحر يعني ما تستطيع الوصول إليه في مكان مظلم وصعب الوصول إليه، صحيح؟ أما اليوم الوصول إلى الساحر أسهل من شرب الماء، ضغطة زر يخرج لك السحرة ومواقعهم والبلاوي كلها تخرج لك، صحيح؟ نسأل الله عافية السلام. أي والله، وأوقع الناس في السحر من حيث لا يشعروا، وسموها بغير اسمها، قالوا سحر وألعاب خفة يد، صح، وسرك وتنويم مغناطيسي، صح، وبرمجة عصبية، وشخصيتك تبغى تشوف نفسك رومانسي ولا عصبي ولا كذا، والله صدق. وأوقع الناس في السحر من حيث لا يشعرون، وأرسل لنا اسمك واسم العشيقة ونعطيك أنت يعني حياتك سعيدة أو تعيسة أو كذا، وامشي، وقراءة كف وفنجان وأبراج. إيش قال أبراج؟ برجك إيش؟ قال برج الحوت، برج العقرب، برج المهم.
شراء، يقول الصالح على الشيخ حفظه الله، يقول شراء المجلة التي فيها أبراج محرم. لو نظر فقط إلى الأبراج، شفت لو فتح المجلة وبرج الحوت حظك سعيد كذا، مجرد القراءة لا تقبل له صلاة 40 يوم، فقط النظر في الأبراج فقط. لو صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني دخول على القنوات نفس النظرية، الإرسال رسالة لهؤلاء SMS ترسل فيها اسمك واسم العشيقة ولا الحبيبة ولا كذا، وأبغى أشوف شخصيتي هل أنا عصبي ولا رومانسي ولا المهم، وسحر العيون وحدث ولا حرج، مفهوم؟ وكل يوقع الناس في السحر وفي الكهانة والكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حل السحر، يقول لو وقع السحر، احنا عرفنا الآن أن السحر أنواع وأسماء ويسمونها بغير اسمها، لو وقع السحر كيف يعالج؟ قال العلاج من طريقين، حل بالسحر وحل بالرقية الشرعية بشروطها وبالدعوات الدعاء وبالأدوية المباحة، قال مثل السدر والعسل والحجام، هذا أمر جائز. الحل السحر بالسحر، يا أخواننا ما يمكن يحل السحر بالسحر، مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف والأئمة، وفي تقوية للتداوي بالسحر وتضعيف للتداوي بالقرآن، ومجنون الذي يترك تداوي القرآن ويذهب للتداوي بالسحر، لأن التداوي بالقرآن مضمون كم بالمئة؟ يقول 1,000,000%، 1,000,000%، نعم مضمون. تداوي القرآن فيه شفاء للناس، كلام رب العالمين، والتداوي بالسحر 1,000,000% غير مضمون، جنون أن تلجأ إلى المظنون وتترك اليقين. ثم مجنون هذا اللي يذهب للساحر للعلاج، لأن الساحر الآن ماذا يصنع للمريض؟ كان عنده سحر واحد، يصنع له سحر جديد، صح أم لا؟ فبدل أن كان عنده مصيبة زاده مصيبة على مصيبته. ثم ممكن الساحر الجديد المعالج يكون أضعف من الأول، صح؟ ثم الساحر المعالج الآن ما يمكن يقدم أي خدمة للمريض إلا بأن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمل على المسحور، يعني يشرك بالله شرك أكبر حتى يتعالج، ضيع التوحيد وضاعت الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر الله عليه أنه سحر حتى تتعلم الأمة إيش؟ صبر، مفهوم؟ أي نعم. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب يعني لا تخلو منه أمة إلا من رحم الله، وهو التطير التشاؤم، تشاؤم بمرء أشياء يراها، يرى بومة، كلب أسود أكرمكم الله، حمار، إنسان أعرج، مريض، معتوه، شرارة، منحوس، أو أصوات يسمعها، صوت الكلب، صوت الحمار، أو أشهر أو أرقام أو أيام أو طريق أو لباس. أحدث ولا حرج عن التطير، لأنه كثير جدا، وبعض الناس يدعي معرفة الغيب، يقول أنا اليوم نفسي مقبوضة وأشعر أنه كذا، وما أسافر إلى كذا، ولا أتزوج في يوم الأربعاء، ولا أصنع كذا، صحيح؟ في أبريل مثلا، المهم هذا كله تطير يا أخوان، أعوذ بالله. المشرك المنافق هو الذي يتطير، الموحد دائما إيش؟ متفائل. ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أول الدعوة؟ أصلاً عليه الصلاة والسلام ولد يتيماً، ثم ماتت الأم، ثم مات الجد، ثم مات العم، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون، مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، صح؟ طردوه، قالوا عنه ساحر وكذا، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا ضده وسحروه ومرض وكذا، وشج رأسه وكسر ربعيته ووضعوا السم له في طعامه. تطير؟ ماذا؟ تفاءل عليه الصلاة والسلام. إذا لابد يكون حالنا نحن متفائلين، مفهوم يا أخي؟ ما في شيء اسمه شرارة ومنحوس وكذا، لا أعوذ بالله. هناك من يتطير حتى بالقرآن، والله صدق، صح؟
اي نعم، هذا الآن مقبل على الزواج، قال افتح القرآن، إذا وقع نظرك على آية فيها رحمة امضي في الزواج، وأنا آية فيها عذاب. حتى القرآن جعلوا للتطير، الله سبحانه وتعالى أنزل لنا القرآن حتى نلعب به. أولا قال خذ وردة، تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، تزوجها. تطير هذا استقسام بالأزلام، فعل أهل الجاهلية. ويعلم الأولاد عندنا الله يهديهم هذول الشباب، يقول تبغى تسافر ما تبغى تسافر، ولا خذ إيش ها الربع ريال ولا النص ريال وإرمي، إذا جاء على سفن ونخلة يعني إيش ارجع ممنوع، وإذا جاء على خمسة قروش 25 امشي، حادي بادي كرنب زبادي شاله وحطك. هذا استقسام بالأزلام، تزوجها ما تزوجها وسافر ما سافر. وتضحكوا، والله إخواننا أوقع الناس في الشرك من حيث لا يشعرون، ويسقط عندهم سن. قال إذا سقط لديك سن استقبل الشمس، أيوة، وبعدين قالوا ناد الشمس من دون الله، أعوذ بالله، الشمس تعطيك السن؟ يعني عندنا من يعبد الشمس شرك أكبر، ويقول يا شمس يا شموسة، حتى مصغر يصغرها. وقالوا لبعض الأشجار عباد كيف عباد الشمس؟ المفروض عندما تنظر إلى هذه الشجرة تتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. ممكن سميها دوار الشمس، أما تقول عباد حتى الأشجار تعبدوها لغير الله، والله مشكل، صح؟ نعم. المهم أعمال شيطانية، وثنى بعد هذا بأعمال القلوب. لابد أن قلبك إيش يكون؟ قلب صافي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقول ابن القيم قلبك إذا فيه غير الله قلب فاسد. مفهوم؟ لابد صفي قلبك بأن تصبر وتتوكل على الله، صح، ولا ترائي في دين الله، ولا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، تتوكل، تحب، تخاف من الله، قلب يتقلب. ثم ذكر الأسماء والصفات، ثم ذكر باب طويل، قسم طويل، أطول قسم، مناهي اللفظية، ألفاظ الشركية وبعض الشركيات. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب بباب وما قدر الله حق قدره، كأنه يقول لك مهما وحدت ومهما تعلمت ومهما عملت في التوحيد وحققت واعتقدت ودعوت، ما قمت بتوحيد الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عملنا لابد يكون فيه تقصير، ولن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تقتر بنفسك وتقول كما كان يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يقول بعض الناس يقول يا أرض اشتدي ما عليك قدي، صح، أنا الموحد. لا، موحد لابد يخاف. أو ختم بهذا الباب ما قدر الله حق قدره، كأنه يقول لك هؤلاء الكفار يسب الله سبحانه وتعالى بالشرك، وأنت موحد لابد أن تنزه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وتحارب الشرك محاربة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ختم المؤلف بالتوحيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هذا تشويق لدراسة التوحيد، لا يمل الإنسان من التوحيد أبدا، والله لا يمل إلا مشرك منافق، نسأل العافية والسلامة. فأخواننا هذه المتون العلمية أوصى بها العلماء، اهتموا بها، خاصة عندنا. قلنا اللي قال الشيخ بن باز رحمه الله إيش؟ كتاب التوحيد وبلوغ المرام. وممكن تضيف هنا إلى كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، مهمة مهمة جدا بعد كتاب التوحيد. وهنا بلوغ المرام مهم أيضا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الآن جاء موعد شهادة الزور، صحيح؟ أي نعم.
قلنا لكم من الأمين الشنقيطي رحمه الله سأله طالب في السنة الرابعة عن شهادة الزور، قال ما هي؟ قال هي التي تأخذها إذا تخرجت. فالذي حضر معنا الدروس كاملة يقف الآن. من اللي حضر معنا كل الدروس؟ ما غاب ولا درس، ولا درس، ما شاء الله تبارك الله. طيب ممكن تجوا هنا ذات هذه الجهة عشان نعطيكم تعال يا شيخ، تعال يا شيخ مختار، ما في حفوظ. نعم.